السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله ديما تكونوا على خير وبخير. اليوم غندير معكم وصفه ديال المهلبيه. المهلبيه كيديروها المصريين بزاف. دابا انا غنديرها حتى انا، كتجي رائعه. عندي هنا لترو ديال الحليب، عندي هنا كريم باتيسري، عندي هنا الزبيب، سكر سنيده. كنديرها كتعجب وليداتي، كتحمقهم. كنقول لك الاحسن صوبها لنا، صوبها لنا هي زوينه وكتجي اقتصاديه وفات الصهد كتجي بارده، تجي زوينه. غادي ندير عندي هنايا 5 ديال المعالق عامرين ديال كريم باتيسري. السكر ما غنديرش بزاف، واحد جوج ثلاثة، غندير ربعة على حسب الذوق. الواحد كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف، غادي ندير ونذوق، ما نديرش الحلاوه بزاف، كيبغي كل واحد شنو كيبغي. خلطتو مزيان، غادي نذوق الحلاوة ديالو. الحلاوة ديالو راه هو هي هاديك، بركة عليه. دابا غادي نردو فوق البوطة يطيب. المهلبية ديالنا هي هادي، هي صاحت عقدات. غادي نحطها في هاد الزليفات ديال الدجاج، عندي غير صغار. غادي نزينهم الطريفات ديال البسكوي والزبيب. نديرو طريفات في الوجه. وعاد ندخلو الثلاجة يبرد. تزين على حسب الرغبه، كل واحد باش كيبغي يزين. كاين اللي كيزين بفواكه جافه، كاين اللي كيزين ب بنان، باي حاجه بغيتي تزيني بها. العين هي اللي كتاكل، كلشي العين هي اللي كتعجب اي حاجه، العين اللي كتعجب الحاجه. المهلبية ديالنا هي هذه، وجدناها. نتمنى من الله تنال اعجابكم.